طيب انا اتكلم مع حضرتك يا دكتور يعني في حته تعامل الاب والام مع ظاهره التنمر لاولادهم في مرحله المراهقه بشكل تفصيلي، بس خليني الاول اعرف من حضرتك يعني العوامل واسباب ظهور علامات التنمر على الشخص المراهق. ازاي اعرف ان ابني او بنتي اللي في مرحله المراهقه تعرضوا للتنمر؟ ايه العلامات اللي بتظهر عليهم عشان انا اقدر اعرف؟ اولا النوم، بص على النوم بتاعه، اما الولد بيهرب من النوم او البنت بيهرب من النوم كتير، معناه ممكن يكون مش نايم بسبب في السيت فترات طويله او ان عدم نوم نهائي. ابتدت اضطرابات اكل تظهر عليه، يعني ابتدى يا اما بياكل بشراهه او رافض الاكل خالص، ابتدى الانطوائيه، فمش عايز يخرج، مش عايز يتكلم، مش عايز يرد على اصحابه. دي بنشوفها كتير جدا، ان الاهل يجي يقولوا لي الولد ابتدى مش عايز يرد على اصحابه، ابتدى يتهرب من اصحابه، ابتدى يبعد عنهم، لو يقولوا حتى البيت هو مش عايز يقابلهم. تعرف على طول ان في مشكله ما هنا، يبقى هنا نبدا لازم نتكلم مع الولد، لازم نقرب منه، نفهم ايه اللي حصل، وغالبا هيبقى في مقاومه شديده منه ان يتكلم، وخصوصا في حاجات الانسان بيبقى حاسس ان كرامته اهدرت فيها فمش عايز يتكلم فيها، لازم اطلع الكلام منه عشان افهم القصه نبدا العلاج الصح. هل يا دكتور المتنمر بيكون ده تاثير او نتاج تربيه الام والاب من البدايه؟ حرمان العاطفي، يعني غالبا الشخص المتنمر هتلاقي عنده مشاكل جوه الاسره، اما الاب مش موجود او ما بيلعبش الدور المنوط له بيه، او ان الاب عنيف معاه، او الام مش موجوده او انها عنيفه معاه، او في خلافات مستمره بين الزوجين داخل البيت والصوت العالي الموجود او التراشق اللفظي، ده بيديني حرمان عاطفي. فانا بطلع اعوض الحرمان العاطفي ده اما مع زملاتي اطلع عليهم غضبي او اللي انا القهر اللي انا حاسس بيه فانا بعوضه في زمايلي ده، أو إن هو اتنمر عليه من واحد من الأصدقاء لسبب أو لآخر فبيعمل عملية تعويض ضد بقية الزملاء.